السلام عليكم، رجعت لكم اليوم وصفة جديدة وسهلة وسريعة. خلينا نبلش مقادير. أول شي عندي هنا جبن الفتة، عندي طماطم كرزية، عندي زيتون أخضر، رتبهن. وهسه راح نجيب مع عمالتنا ونحط بيه زيت زيتون، وأحط بيه عندي إكليل جبل كرفس وفلفل أسود، راح اخلطهم واديرهم على الفتة ماتي والخلطة اللي وياه. هسه درتها الخلطة اللي عندي فوق الجبن والطماطم والزيتون، دير بعد زيت زيتون هماتين فوقاته، وندخل الفرن على درجة حرارة 350 اللي هو 174 سيليزي و 350 فهرنهايت مدة نص ساعة. طلع من الفرن وصفة تخبل كلش طيبة، أتمنى تجربوها، لا تنسون تشتركون بالقناة وتضغطون على زر الإعجاب.